السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة دكتور ايفون. انا اخوكم عبد اللطيف البنا، والنهاردة اول فيديو على القناة ساعة سمارت ووتش شريحة 4G خدمات جوجل، تليفون مصغر في شكل ساعة الترا اس 8 الترا. ان شاء الله نتكلم عن الساعة، هل هي عملية؟ هل موضوع الشريحة والاتصال يكون كل الخدمات والتطبيقات في ايدك؟ هل يأثر على الاستخدام؟ هل هيكون فيها عيوب كتير ولا مميزاتها أكتر؟ ما تنسوش، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يلا بينا. الفترة الأخيرة بدأت الشركات تتنافس اللي هي تنزل ساعات سمارت ووتش التقليد والساعات اللي هي قريبة للأصلية وخامات كويسة، وشركات بتنزل ساعات وفئات كتير جدا، ولكن بدأت بعض الشركات تنزل سمارت ووتش بشريحة 4G، تنزل تطبيقات، كل حاجة، تليفون مصغر في الساعة. وكان الموضوع ده موجود قبل ما يحصل الضجة بتاعت ساعات الألترا لأبل وينزل التقليد لها. ولكن معانا النهارده ساعة S8 Ultra 4G وذاكرة داخلية 64 جيجا. خلينا نشوف ايه اللي على العلبة، وكمان موجود فيها واي فاي. موجود هنا ساعة بتشتغل بنظام اندرويد سمارت فون ووتش، ومقياس الشاشة 2.2 انش، الذاكرة الداخلية 64 جيجا، والبطارية 680 ملي امبير، وبتستخدم اندرويد 8. كمان في عندك الرام 4 جيجا رام، وعندك بتشتغل 2G وال3G وال4G، معالج من 845، ودي المقاييس بتاعت الاستراب بتاع الساعة. طبعا دي ساعة الاكس 1 مبرو. خلينا نبدأ ونشوف الساعة مع بعض. نفتح الكرتونة بسم الله. اول حاجة هنلاقيها في الكرتونة الكتالوج وازاي تستخدم. طبعا الساعة عبارة عن تليفون مصغر، يعني انت مش هتلاقي مشقة في ان انت تستخدم الساعة ومش عارف تشبكها ازاي والكلام ده كله، لا هو مسهل لك كل حاجة بمجرد ما تشبكها على الواي فاي كأنك بتستخدم تليفون في ايدك. ده الكتالوج بتاعها، وجاي معاها الاستراب المطاط، ولكن لاحظت ان الاستراب ده جودته قليلة، ولكن مش دي الموضوع. جايبين كمان معاه استراب اللون الابيض قريب لشكل ابل الاصلي اللي هو بينزل مع الايت والسيفن والسكس، ولكن جودته برضو مش الجودة العالية. دي الساعة، خلينا نشوف على جنب. والشاحن مختلف عن ساعات الكوبي اللي معظم الشواحن بتاعتها التقليب بتاعها بيكون زي الالترا. خلينا نحط الكرتون على جنب ونبدأ نشوف الشاحن. من نوعية البنات اللي هي بنتين، وده الشكل بتاعها. طبعا الموضوع ده عشان يبدأ ياخد مساحة اكتر في البوردة بتاعت الساعة والكلام اللي هو داخلي بطارية كبيرة. ونبدأ نشوف الساعة. اول حاجة هنشوفها في الساعة التصميم، وهل هي نفس اول حاجة هتشوفوها ان السمك بتاع الساعة كبير. يعني مثلا لو جبنا اي ساعة ابل تانية اللي هي تقليد الابل، هتلاقوا ان هنا في كأن الساعة هنا فيها بطارية اضافية. طبعا هنا البطاريات بتكون اقصى حاجة في البطارية هنا بتكون 380 ملي امبير، اما هنا في 680، طبعا عشان هيكون في 4G وهيكون في استخدام يوتيوب واستخدام حاجات كتير. خلينا نشوف الظهر، المسامير داخلة لجوه جدا في الساعة. طبعا بلاستيك مقوى، سنسور واحد بس هنا في الظهر. خلينا نشوف الشاحن، المغناطيس بتاعه كويس ماسك الساعة. وزن الساعة مش تقيل، يعني وزن الساعة هنا الوزن بتاع الساعات التانية الالترا الكوبي اتقل منها، وده يدل ان الجسم بتاع الساعة كله من البلاستيك، مفيش معدن في جسم الساعة، يعني بلاستيك. وهنا كمان بلاستيك محطوط له مادة طلاء. الزر هنا في الجنب داخل لجوه زي ما انتم شايفين كده، وانا بطلع بس ساعة من هي الساعات التانية عشان نشوف. شايفين الزر هنا، الدرج مفيش فرق كبير. هنا في مايك، وعندنا هنا السبيكر، وعندنا هنا
المكان بتاع الزر اللي هو المفروض زر التخصيص ده مكان مدخل الشريحة. ده مدخل الشريحة، خلينا نشوفه بعد شوي. هنا في مايك زي ما قلت لكم، الجرس من المكان ده. خلينا نشوف فيه سهولة في تركيب الاستربات ولا لأ. طبعا مفيش لوك هنا في الساعة، مفيش لوك عندنا في الساعة. بسم الله. طبعا في صعوبة في تركيب الاستراب، كذلك هيكون في صعوبة في ان انت تخلع الاستراب. خلينا نبدأ نشوف دي الساعة بعد ما فتحناها. طبعا عليها خلفية 2 3، 3 خلفيات موجودين على الساعة. لو حبينا نشوف نظام الساعة، طبعا الزر ده زر الغلق الشاشة بس وفتحها، مفيش زر تخصيص. طبعا لو حبينا نشغل الشاشة بنشغلها من هنا، ولو سحبنا من الجنب هيظهر لنا التطبيقات. نظام اندرويد بالكامل. اول ما هتشوف كده هتشوف عندك خدمات جوجل ظهر لك، يعني هتلاقي عندك هنا خدمات جوجل. طبعا بتطلع هنا اول حاجة، هتلاقي عندك هنا الاسماء والرسائل، وهنا الشات، وهنا التليفون، وهنا معرض الصور، وهنا المسجات، وهنا الار كود، وعندنا هنا المنبه، وعندنا هنا الساعة والمتصفح. نطلع لفوق شوية هتلاقي إدارة الملفات ومسجل الصوت والموسيقى والإعدادات والخطوات، وهنا موضوع القلب ونبضات القلب، وعندك هنا التقويم والمساعد الصوتي من جوجل والسمات. يعني مثلا هتلاقي عندك السمات تغيرها، بتعوز تطلع لازم تضغط على الزر ده من الجنب. وعندك هنا متجر جوجل بلاي، وعندك الآلة حاسبة، وعندك هنا كمان مساعد جوجل، ودي اللي موجود في الساعة. لو جينا فتحنا على أي حاجة مثلا تكون خلفيتها بيضة في الساعة مثلا، هتشوفوا الشاشة هنا الحيز بتاعها الأسود واخد حيز كتير من الشاشة. دي تليفون مصغر، الساعة دي تليفون مصغر، مش هتحتاج شرح كتير من الساعات التانية وازاي تشبكها والكلام ده. ولكن هتلاقي عندك هنا موضوع الشريحة. خلينا دلوقتي هنركب شريحة في الساعة ونشوف صوت الاتصال فيها عامل ازاي، السبيكر عامل ازاي. فيها سماعة عادية، فيها السماعة عادية وصوت السبيكر بس اللي هيطلع. هي مساعدة يعني كأنك شايل تليفون في يدك. هنقول دلوقتي المميزات والعيوب. شريحة الاتصال في المكان بتاع اللون اللي هو البرتقاني اللي هو في الساعات التانية بيكون زر التخصيص، نسحبها بكل سهولة، متحتاجش إبرة، وتحط الشريحة بالشكل ده، وبعدين هنقفل. ركبت الشريحة في الساعة وعملت ريستارت للساعة، يعني لازم تعملها إعادة تشغيل علشان تقرأ معاك الشريحة. هنجرب نعمل اتصال منها ونشوف الصوت بتاعها هيكون عامل ازاي. بدأت تعمل اتصال. سامعين الصوت؟ ده أقصى صوت فيها. تليفون مصغر بنظام أندرويد، ده الاتصال فيها. خلينا ندخل الاعدادات ونشوف ايه اللي موجود في الاعدادات، كأننا نشرح تليفون اندرويد الصراحة. يعني الاعدادات عندنا هنا الشبكات والانترنت، طبعا بيشتغل عليها واي فاي، بتشغل عليها الواي فاي الاجهزة المرتبطة، وعندك التطبيقات والاشعارات والبطارية، وعندك هنا الشاشة السطوع والتغيير، وعندك التشغيل، وعندك تعريف الصوت والتخزين للذاكرة، الحماية والموقع، وعندك هنا جوجل والنظام. ونشوف مور هنا في ايه، بيجيب لك هنا بعض الحاجات الخاصة بالساعة أو بالتليفون. خلينا نشوف موضوع الإنترنت، يعني لو شبكت تشبك هنا واي فاي، طبعا تحط عليها حساب جوجل عادي جدا وتستخدم وتنزل كل التطبيقات اللي انت عايزها. هنا الذاكرة الداخلية بتاعت الساعة 64 جيجا، والرام 4 جيجا، بس 1000000% مش حقيقي، مستحيل يكون فيها رام 4 جيجا. ايفونات لسه لحد وقت قريب كان فيها رام 4 جيجا. تمام.
المميزات بتاعت دي ان انت ممكن تستخدمها اضافية مع التليفون في موضوع الاتصال واستقبال، ان انت ممكن تشغل عليها حاجة جنبك مثلا، ولكن هيكون صوتها ضعيف. انا شايف ان الموضوع مش مجدي، لان انا بستخدمها دلوقتي بس مجرد شرح. بدأ يطلع حرارة قوية جدا من الظهر لان انت صغرت التليفون، المعالج والبوردة، وكمان فيها 4G والاتصال والاستقبال، شوية حاجات كتير جدا كده مع بعض في الساعة دي. مش شايف ان هي مجدية، لان الساعة ما هي الا ساعة مساعدة للتليفون. يعني انا مثلا بستخدم الساعة عشان يكون فيها موضوع الرياضة مساعد، يحسب لي الخطوات، يحسب لي مش عارف موضوع النبضات، موضوع الحاجات دي كلها. ولكن دي مجرد ما انت تحطها بس وقت معين بالحرارة اللي هي بتطلع منها دي، هيبدأ تمل من استخدام الساعة، وممكن تأثر على جسمك، مش هتكون مساعدة في حاجات كتير. دي نصيحتي، مش شايف فيها مميزات اللي انا خليني اشتري تليفون احطه على ايدي، الا لما يكون في حاجة مثلا ماركة معينة وشغالين عليها وعاملين بوردة كويسة. دي مثلا لو حبيت ان انت تستخدم كذا حاجة عليها، الحرارة اللي هتطلع دي هتأثر على كل حاجة، لان حرارة المعالج في البورد الصغيرة دي، خاصة ان مفيش اي منفذ للتبريد، ان يحصل فيها تبريد هتضطر ان انت تشيلها وتحطها على جنب علشان ما تتعبش ايدك وعشان تبرد شوية. فمش شايف ان الموضوع مفيد. ممكن بقى يكون مفيد في بعض الامور، ان حد مثلا بيروح في اماكن ما ينفعش يشيل فيها التليفون، ومثلا اماكن اللي هو بيطلبوا منه مثلا في الدوامات، في الاماكن اللي فيها شغل ممنوع ان انت تاخد تليفون بكاميرا، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. طبعا انت ممكن تشبكها على التليفون وتنزل الصور وتنزل الحاجات دي كلها عن طريق مسح الباركود اللي هو هنا، وتخليها شبكة معاك، تنزل الصور وتنزل الحاجات دي في الذاكرة الداخلية بتاعت الساعة. ده شرح سريع للساعة أو أول ساعة عندي على القناة تشتغل 4G اتصال واستقبال. وأنا من وجهة نظري أنا شايف الموضوع مش مفيد بالقدر اللي أنت تخليك تشتريها، لأن أنت معاك تليفون هم صغروا بس التليفون، ولكن هي هتكون مفيدة جدا للناس زي ما قلت لكم اللي بيحتاجوا في دواماتهم يكون معاهم تليفون حجم صغير، او يكون بدون كاميرا يعرفوا يتصلوا منه ويستقبلوا منه. الكاميرا البطارية بتاعتها 680، يعني هتنفع وهتكون معاك اعلى، مع ان الرقم ده مش هيكون صحيح، هيكون اقل من كده، لان الحاجات الصيني دي معظمها ما بتكونش اكيدة. ربنا يحفظ الجميع. ودي اول ساعة في موضوع الساعات الفور جي، اسمها S8 Ultra. ربنا يحفظ الجميع، والسلام عليكم.